في الانتخابات، والانتخابات السنه دي يمكن مختلفه عن اي انتخابات. امبارح شفنا حاله من الاقبال الشديد، النهارده يمكن في المانيا الناس منتظرين حتى من قبل فتح باب الاقتراع، وده بيعكس حاله الحمد لله من الوعي الشديد جدا عند الناس في عمليه المشاركه. ويمكن كل ما يعني ما لسه ما راحش الانتخابات، انا بدعو الناس للمشاركه في ده، لانه احنا الحقيقه النهارده مش بندي صوتنا للمرشح بعين، ولكن بندي صوتنا لمصر ومستقبل البلد ان شاء الله يكون مستقبل كويس. وحضرتك تفسر بايه الاقبال الشديد يا دكتور؟ يعني الاقبال الحقيقه بيترجم حاله الوعي الشديد. الناس الفتره اللي فاتت دي الانتخابات دي بتجرى في ظروف صعبه شويه، ضغط اقتصادي يمكن متخانق على الناس شويه، لكن ومع ذلك الناس مدركه ان الحفاظ على حاله الاستقرار وحاله الامن اللي في البلد، واللي بيترجمها يمكن بالنسبه لي انا صوتت للرئيس في التحسيس طبعا، فبيترجمها وجوده، بيترجمها حرصه على الحفاظ على الامن القومي بتاع البلد، فان شاء الله يبقى مشهد كويس جدا. طب حضرتك بتوجه كلمه للمصريين او للشباب المشاركه؟ والله للجميع، لانه الناس اللي مشاركين من كل الفئات. يعني امبارح كنا شايفين حاله كده من التناغم بين فئات الشعب كلها، فالشباب تحديدا لان المستقبل ده بتاع الشباب، والواحد يبقى عنده صوت انتخابي فيحافظ عليه ويبقى بيمارس حقه بشكل طبيعي، يقول اللي هو عايزه يعني بصرف النظر عن هو مؤيد مين، لكن يمارس هذا الحق. واعتقد انه الحل اللي احنا شايفينها في الانتخابات دي يعني نتاج الحراك السياسي اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت. يعني قبله كان الحوار الوطني اللي احنا سمعنا فيه اقتراحات مختلفه، والمرشحين اللي عرضوا برامجهم برضو كان عندهم رؤى كويسه جدا مختلفه، وكان عندهم رؤى نقديه حتى للمسار السياسي اللي حاصل. فدي حاله اعتقد ان احنا محتاجين نحافظ عليها. يعني كل الناس بتتكلم عن الاصلاح السياسي في مصر وان احنا عايزين حاله سياسيه متنوعه ومتعدده، الانتخابات دي بترجمها، فلا اقل من ان احنا نبقى مشاركين عشان يعني نحافظ على هذه الحاله ان شاء الله. شكرا. بص انا داخل لجنه